أهلا بيكم في استوديو ارتيجل رول. النهارده ماركت ريكاب ليوم الجمعة اللي فاتت. الحقيقة النهارده 11/9، هنتكلم على يوم 9/9 اللي هو كان يوم الجمعة، ونشوف اللي ممكن يحصل بكرة في الماركت اوبن قد اوبن من الاثنين. طيب لو بصينا حالا هنلاقي طبعا انا تركيزنا كله على الار تو اي، طبعا في الاي، وبرضه هنبص على الاس ام بي والجول. فديلي شارت، عندي ديلي شارت وعندي 30 مينت شارت وعندي 2 مينت شارت. الهدف من الديلي شارت، وانا عايز اعرف الاول اخد البيج بيكتشر عن الماركت، شوف الماركت عامل ازاي از هول، وبعدين ابص على 30 مينت شارت. وده بتفيدني حقيقه جدا في موضوع البيفت والسبورت ريزيستنس اللي ممكن اشتغل عليها از سكالبر. بشتغل سكالبر باخد ممكن 16 بوينتس 20 بوينتس a day سكالبر، بس يهمني وانا بعمل وانا بتريد على 1 مينت شارت او 2 مينت شارت يكون عندي عارف كويس ايه اللي بيحصل في 30 مينت شارت، مهم جدا. وهنا بستخدم برضو في انديكيتور يعني بس عشان اعرف بس الاوفر اول مومنتم. اوكي، ده بيبين لي المومنتم بتاع الماركت. فلو بصيت هنا مثلا هنلاقي طبعا لما بيكون ريد معناه المومنتم داون، لما بيكون جرين معناه المومنتم. فالديلي شارت لو انتم شايفين في الديلي شارت عملناها ماكسمايز، هتلاقوا ان الماركت طبعا جاب داون بقاله فتره كبيره جدا، وابتدى ريكفر من اول يمكن يوم حصل ريكفري من يوم من جون 16، ابتدى ريكفر باونس باك، بس ريكفر تاني لحد ما وصل تيست الفي واب، رجع داون تاني لحد ما وصل الاريا اوقات حوالي 1802، ويعني من ثلاث ايام تقريبا. وبعدين دلوقتي احنا لقينا كايند اوف اب ترند، وده باين حتى من الديلي شارت. ابتدى الديلي شارت يبرنت اول جرين بار، اول جرين بار. لو انت خدت بالك هنا مثلا هتلاقي اول جرين بار اهو، بص اللي حصل بعديها الماركت راح هنا. كان ريد وبعدين جه اول جرين بار كده اربع خمس ايام وطلع اب سايد اب سايد. نفس القصه لو بصينا مثلا على شوف ريكوست الفرق ما بين اب ترند داون ترند از مومنتم. لو بصينا برضه هنلاقي هنا جرين بار، ادي جرين، ادي اول جرين بار حصل، اللي حصل بعديه يومين ثلاثه ابتدى الماركت يطلع اب تاني، وبعدين ابتدى الماركت يبقى هيستيت وبعدين جو داون اب. فاز ديلي شورت كان على تمور، يعني مفيش حاجه بكره نقدر نقول ان في بيج ريزيستنس او سبورت. في سبورت طبعا، ده بكلم عن ماركت اوريدي عدى اخر ريزيستنس، هو ده تقريبا كان 1854. اوكي عداه، فالنكست وان هيكون ده اللي هو ال 1931 تقريبا 1931. طبعا الفرق بين ده وده اعتقد كبير، كم بوينت ده؟ حوالي 369 تك، يعني حوالي 39 تك، يعني almost 39 بوينت، بس ستيل برضه كونسيدر الرقم ده اللي هو 1931 1931 كونسيدر تو، لان ممكن ماركت بكره لو بيج جرين داي ممكن جدا يعدي 19 بوينت. واي نوت يعني، حتى لو عملناها مثلا بيبس هنلاقي بوينتس يعني حوالي 19 بوينت. ار تي اي ممكن يعدي 30 بوينت عادي، فاحنا برضو بنرسم اللاين ده مهم جدا عندنا هو 1931. اوكي فنكتبه عشان نبقى واخدين بالنا 1931 ان كيس ان كيس لو انت بكره الماركت جو اب، فهتبقى عارف على الاقل ان انت ده لو الماركت وصل للرقم ده تيك يور بروفيت اند جو اواي، لان موست لايكلي الماركت لو وصل الرقم ده كله هيباونس. شايفين هنا طبعا هنا ده الحاجه الثانيه، احنا اللي بنتكلم على موضوع سبورت ريزيستنس، وانا هتكلم هعمل كورس للسلاك كوميونتي هتكلم فيه ازاي تريد نيكد شارت. انا بعمل دلوقتي حالا كده ازاي تقرا البرايس شارت. ده ريزيستنس الماركت ريجكتد وان تايم باي باك باونس اب ريجكت، انا بتبدا ريجكشن ريجكشن ريجكشن. ده الريزيستنس ده موست لايكلي هيتكسر، ده موست لايكلي هيتكسر، ده 90% هيتكسر. فاحنا ممكن نتفيد لو حصل الماركت بكره مثلا عدى 39 بوينت او خلال اي يوم او اثنين او ثلاثه، ممكن نتفيد البريك اوت، ناخد تريد البريك اوت من 1930 حتى اللي كمان ممكن يتست الفي واب. يبقى ده النكست ليفل بتاعنا يتست الفي واب، او ممكن يعني هو ده يبقى النكست ليفل. لان ذا مور يو تيست السبورت ريزيستنس ذا مور جيت ويكر، كل ما تيست السبورت ريزيستنس اكتر من مرتين مرتين او اكتر موست لايكلي هيبريك. والبريك اوت دي من التريدز الرائعه على فكره، تريد بتحصل فجاه وتلاقي الماركت بوم فلاش اب. فمفيش حاجه في الديلي شارت بكره ممكن تبص عليها غير بس الرقم 1931. طبعا الماركت اوريدي
فلو بصينا عملنا تشيك ليست يعني، قلنا مثلا الماركت بولش اور بيرش، بولش لان الماركت جرين بقاله 3 ايام جرين، فهو اوفر اول ماركت يعني لو بصينا على الاوفر اول ماركت يس بيرش، لكن بقى 3 ايام بولش وبرنت جرين، فالبايس بتاع الماركت لحد دلوقتي جرين. ده هو الديلي شارت 30 مينت شارت، دي مهمه جدا. 30 مينت شارت مدياني اخر دي اخر 30 دقيقه من الماركت ريت، ودي اللي حصل ده، وده بيسميه حاجه اسمها مايكرو ترند، هقول لكم عليه حالا. فنبص على السبورت والريزيستنس، ايه البوتنشال سبورت والريزيستنس كارد. لو بصينا هنا هنلاقي اول واحد، او الماركت اوريدي عدى، الماركت عدى ده اوريدي خلاص، ده الماركت عدى خلاص اهو، حتى لو خدش بقى خد بالك اللي هو بيهاشيتيت عليه عدى. في هنا عندي سبورت ماركت عنده دلوقتي حالا اهو، خدتوا بالكم؟ طب الرقم ده ايه؟ ده 1866 1888 86 1888 86. Anyway, 1886. ده 1886. ده الماركت لو انتوا خدتوا بالكم اخر 30 minutes candle الماركت تيستد وقفل فوقيها. اوكي؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان الار تي واي ادى اوبن النهارده الساعه 6 بالليل غالبا هيباونس اب. غالبا. لسببين. اولا ان هو تيست لاست بيفت او لاست ريزيستنس وقفل فوقيه. الحاجه الثانيه احنا عندنا حاجه اسمها مايكرو ترند. ايه المايكرو ترند؟ انا طبعا هشرح في الكورس، بس الفكره العامه لو بصينا على الار تي واي دلوقتي ان جنرال هتلاقي 30 مينت شارت يعني منظر فيري اوبفيس اب ترند، مفيش كلام صح؟ اب ترند 100%. حد عنده شك في ده؟ اب ترند ماشي حلاوه يعني. طيب المايكرو ترند بيبقى اوبزيت ترند، يعني لو اب ترند المايكرو احنا عايزين ندور على داون ترند 4 5 بار او بتاع يعني يكون مايكرو، ونتريد البريك اوت في نفس الدايركشن بتاع البيج ترند. مش كده ترند دي فيري هاي بروبابيلتي، انت بتريد مع نفس الترند، يقول لك ترند از يور فريند، فانت اوريدي عندك الاوفر اول ترند جرين رايت اب، فانت عايز تدور على شورت سمول ترند عكس الاتجاه وتتريد البريك اوت. وده اللي حصل بقاله بالظبط اخر تقريبا 4 30 مينتس، يعني اخر ساعتين من الماركت بيقفل. ادي سمول داون ترند. يبقى اللي هيحصل ان احنا نتريد لو الماركت قفل فوق دي، لو اتقفل فوق الترند الصغير ده هناخد، هنبقى لونج وهنتريد نحط ستوب لاس تحت اخر بره، ودي اعتقد هتبقى النهارده تريد كويسه جدا. انا ممكن هبص ليه النهارده على الساعه 6 وهبص على اول 30 دقيقه اللي هي اول 30 مينتس بار، لو قفل فوق دي هبقى لونج واحط الستوب لوس بتاعي. طبعا خدوا بالكم دي 30 مينت شارت 30 مينتس، فدي ميزتها انها هتاخد وقت معاك. بص على الشارت مش 1 مينت، 30 دقيقه البار واحد 30 دقيقه، فيعني من الساعه 6 ونص. فالساعه 6 ونص اول بار قفل فوق هنا انا هبقى لونج بلايندلي واحط ماي ستوب هنا، وطبعا دي هتبقى تريدي ممكن بكره طول اليوم. فانا ممكن لو ده حصل فعلا ممكن اكيب ماي ستوب هنا ابريك ايفن، او ممكن تريد ده حاجه تانيه، انت ممكن تتريل يور ستوب، وده هشرحه في كورس على فكره ازاي تمانج يور ريسك مانجمنت او ستوب لوس، تعمل تريل بريك اوت او اي برايس اكشن استراتيجي. ممكن تعمل 2 تو 1، يعني لو مثلا انت مثلا لقيت السيل ماركت جه هنا مثلا قفل البار هنا تحط ستوب لوس هنا سي مثلا، فالستوب لوس بتاعك هتبقى مثلا 8 بوينتس تقريبا، فانت ممكن تعمل ستوب لوس 8 بوينتس والبروفيت 16 بوينتس 2 تو 1، او which اللي انا افضلها يعني انك تريل، انت ممكن تاخد 50 بوينت 30 بوينت قبل ما تعرف تريل. في نوعين من التريل وهشرحها في الكورس، النوع الاولاني يعني تحط الستوب تحت اخر بار، تحت اللاست بار، تحت اللو هنا تقدر تحطه تحت اللو، او تحطه البار اللي قبليه لو انت عايز تاخد مو يعني، او انت عايز تبقى تدي سبيس للماركت، فتعد بار وتحط اللي قبله، بار وتحط اللي قبله وهكذا. انا بحب دايما ادي سبيس للماركت، فانا بستخدم 2 بار مش 1 بار عشان يبقى عندي سبيس اخلي الماركت يتحرك. فانا هبعت اوريدي لما بيجي لي سيجنالز خلال ال 30 دقيقه ببعتها على السلاك كوميونتي، بيقول لهم في بوتنشال بريك اوت تريد، في بوتنشال مش عارف ايه، فول فلاج بير فلاج،
كلها اتشالت. اوكي، فاحنا متوقعين الار تي واي ان هو هيقفل جريجو ده، هي اوريدي لو انتوا خدتوا بالكم ماتش مع التحليل بتاع اليوم، ان مايكل جرين اوريدي اوكي وعدى اخر ريزيستنس وماشي اخر واحد اقرب ريزيستنس ليه 31، فده يعني ماتش مع فالتريد دي هتبقى فيري نايس فيري نايس. فنكتب دلوقتي شكرا، لازم عندنا تريدنج بلان وان سكند، فنكتب تريدنج بلان فور مونداي سبتمبر 12. فرست طب الارت واي الاول واحده ويت فور ذا فيرست 30 مينتس فور goes above the microphone and go long. Real the stop loss to Brosby. طبعا التريد دي ممكن تاخد معاك اليوم كله، يعني دي 30 مينت، فانت ممكن النهارده الساعه 6 بالليل تاخد تريد لو قفل فوق ال 1060 او قفل سوري قفل فوق التريد لاين ده او المايكرو تريد لاين، تاخد تريد تريد ستوب تو بارز طول اليوم لحد ما تعمل ستوب اب، خدت بقى 30 بوينت 20 10 15 اوكي. دي بالنسبه خلينا اول تريد النهارده اهو. طب احنا كده كده يعني كده احنا كده كده بنبتدي الصبح على اوبن ار تي واي، بس في نفس الوقت واي نوت ان احنا نعمل اكسترا ماني تريد لاين واي نوت، يعني المايكرو فيري اوبفيس تاخد تريد زي دي واي نوت، حتى ممكن تريد مايكرو كده يا جماعه. نواتش 30 مينت شورت النهارده بعد الساعه 6 ونشوف، يعني ممكن الوقت يبقى فيري كويك، ممكن فجاه تلاقي بعد طبعا ميزه ال 30 مينت شورت انت هتقعد تبص عندك وقت عند ال 30 دقيقه تبص على على الكاندل قفلت فوقي جو لونج دونت ثينك دونت ثينك ذاتس ات قفلت فوقي جو لونج. ده بالنسبه للاطول يجي يبص على الكرود اويل، طبعا 2 مينت شورت انا بستخدمها 2 مينت شورت، انا ما بتريدش 2 مينت، انا بتريد 1 مينت شايفين اوبن، بس بستخدم دي از اكسترا كونفرميشن وانا بتريد الارت واي دول، دي مش الشورت اللي بتريد عليها الحاجات اوفر فلو، بس ببص هل في سبورت ريزيستنس كامينج 2 مينت شورت ولا ما فيش، وهتبقى عندنا واحده واضحه هنا قوي بس 2 مينت شورت. طبعا انا بحط اللاينز دي برده على طبعا الحاجه الثانيه اللاينز دي ارسمها على التريد على التريد شورت بتاعتك وبرده مع اللاينز بتاع 2 بتاع 2 مينت شورت ده مثلا 1888 لو ما تمام 1888 بس انا يعني انا افضل جدا ال 30 مينت شوب، لان احنا اوريدي بنتريد اكتف ان ذا مورنينج وعايزين تريد يكون ده، خدوا بالكم كل ما تروح هاير تايم فريم كل ما يكون التريد اقوى، لان اللور تايم فريم بيجي فيه كتير قوي سيجنالز في حاجه تبقى فيك، لكن كل ما تعلى التايم فريم كل ما التريد بتبقى اقوى. قلنا دي 1888 والنكست وان اللي قدامنا برضه فيري اوبفيس 1890 ممكن ألف في واحد تاني في يوم برضه تاني وات زيادة 1890 ازاي 1 بوينت اوكي يا اولموست 1 بوينت يا يا وده 1891 قول 1891 خليها في اللي هو هو 1891
بلاستون اسود. ذس ذا نيكست ريزيستنس. في طبعا ده مارك اوريدي فلاش داون تحتيه. خدوا بالك يا جماعه تاني، بصوا يا جماعه بصوا المنظر ده يا جماعه، بصوا ده اللي بتكلم عليه من شويه، بصوا ده المايكرو ترند اهو، المين ترند دلوقتي اب ترند، ده مايكرو ترند، مايكرو ترند شو. طبعا مش احنا عايزين بريك وناخد لوك، بص حصل هنا بالظبط ده اللي حصل، ده اللي بتكلم عليه في تريد على الفوت ترند، ده اللي حصل بالظبط. اول ما الماركت يقفل فوق المايكرو ترند جو لونج بوت يور ستوب هير، وده حتى بيماتش. شوف يا جماعه عشان تفهم، لو انت عايز تاخد تريد طبعا ما فيش ويننج تريد 100%، بس لو كل ما يبقى عندك مور كونفرميشن في التريد كل ما بيبقى نسبه نجاحها اعلى. فاحنا دلوقتي اتكلمنا على ديلي شارت اوريدي اب، 30 مينت شارت اب ومستنيين تريد تحصل، 2 مينت شارت نفس الكلام، الماركت لسه خارج من مايكرو ترند، لسه خارج من مايكرو ترند اهو، ودي 2 مينت شارت يعني اخر 8 دقائق تقريبا 2 4 6 8 9 حاولت 10 اخر 10 دقائق الماركت كسر المايكرو ترند. فالتريد دي هتبقى تريد تحفه، انت عندك الديلي شارت مع ال 30 مينت شارت 2 مينت شارت كلهم ماتشنج، كلهم بيقول لك جو لونج مفيش فيها كلام. بس احنا طبعا محتاجين ناخد اكسترا كونفرميشن ان الماركت يقفل فوق المايكرو ترند بتاع 20 مينتس then we go. That's it. كرود اويل. بص على كرود اويل. كرود اويل ادي ال 30 ادي 1 داي شورت. طبعا الكرود اويل زي ما انتم شايفين الماركت بقاله اول تقريبا حوالي 5 6 ايام او اسبوع بيرش. بس لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقوا ان السيجنالز هنا او الترند بتاعه او المومنتم بيضعف بيضعف، خدوا بالكم يعني نزل شويه وبعدين ضعف وبعدين كبر تاني وبعدين اخر واحده كان ضعيف شويه، وحتى باين قوي ان هو اخر يومين قفل تاني، عشان كده بتلاقي المومنتم بتاعه بيضعف. طبعا الكرود اويل تيست الفي واب امبارح الخميس سوري تيستد قفل فوقيه وكمل. طبعا دي كانت ممكن تبقى جود تريد على فكره، مش بصينا عليها، انت تيست الفي واب في 1 داي جرين ممكن تاخد ايه؟ تاخد تريد، لو تاخد تريد مع اول ما اليوم اللي بعديه يقفل فوق البار ده تاخد لونج والستوب هنا اذا دي اللي بتاعته بيج هيوج ستوب. فالبايس بتاع كرود اويل سو فار البايس بتاعه الماركت، الماركت مفيش كلام تريندنج. اه حاجه ثانيه، البايس بتاع كرود اويل سو فار لو جينا بصينا عليه از هول هو ملوش ترند الحقيقه، بس بقى لفتره شورت مثلا شهر تقريبا شورت بس شورت. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ندور برضه على واحده مايكرو ترند. احنا دلوقتي الاوفر اول بايس شورت، فالمايكرو ترند تبقى لونج. احنا لو بصينا مثلا ايه؟ دي مثلا مايكرو ترند، بصوا اللي حصل يا جماعه دي مايكرو ترند، بصوا ما كان اول ما قفل تحقيق اللي حصل بوم. اوكي ممكن نعمل مايكرو ترند ثانيه، محتاجين على الاقل 3 بارز اهي قفل هنا بوم. فين النكست سبورت ريزيستنت؟ النكست سبورت النكست ريزيستنت هيبقى تقريبا هنا. يا هنا بالظبط شايفين اهو، حطوا مركز الاكل اللي هو عند 90 تقريبا 90 تقريبا، لا مش 90 اه اولموست 90 اولموست سكند. يا دي ماركت بتقول 81 اتفضل 9 دولار. ف ده النكست ريزيستنس، فاحنا بكره لو شفنا ماركت عدى 90 او تاتش 90 طبعا شفنا ماركت انا اوريدي كسره مرتين، كسر 90 مرتين وعدى وكمل تاني، فيبقى مش يعني مش دي مش هتبقى بيك ريزيستنس او ماركت كسر اوريدي قبل كده، لكن برضه تكونسيدر. وفي لاين 10 ده 97 اكشلي نوت يا 97 ونص يا 97 ونص اللي برضه ممكن ناخد ده مش هيحصل بكره يعني نشوف. ف از ماركت بايس مفيش حاجه دلوقتي اقدر اقول الماركت يعني مفيش حاجه تقول لي الكرود اويل هيحصل ايه بكره، لكن هو اخر تو جرينز بار وتست في وقت، فانا المتوقع ان الماركت ممكن بكره يكمل جرين اب وتست 90 ممكن يكسرها غالبا يكسر. ده برضه يبقى تاني التوقع، مع ان انا شايف ان هنا ريد هنا بس صغيره قوي، فاتوقع بكره بولش موف للكرود اويل اتوقع ده ديلي شوت.
از 30 مينت شوت. اه 30 مينت، ادي برضو ادي برضو نفس الكلام، تدي واضحه جدا انها فيري، هي فيري بولش اوبفيس. الحاجه الثانيه لو خدتوا بالكم في انذر مايكرو تيرم، خدوا بالكم انذر مايكرو تيرم. Here we go. Another micro trend. Very obvious. هنعمل ايه؟ نفس القصه اللي هنعملها في البي اس. لو الماركت قفل فوق، طبعا دي 30 مينت شورت. لو الماركت قفل فوق المايكرو ترند، لان اللونج بايس لونج، هناخد او انا لونج وهنعمل حط الستوب لاس تحت، تحت لاست وان باردي شورت الستوب لاس دي، وريتيرن ستوب لاس تو بارز بيهايند. نفس اللي حصل في اليس هنعمله في كود بالظبط. يبقى احنا هنواتش دلوقتي اوبن، هنواتش اول 30 دقيقه من الماركت كود او يو اس. لو الماركت قفل فوق المايكرو ترند لاين جو لونج ووتر 15 ميديا. اوكي نيجي بقى نابديت تريدنج بلان نفس الكلام. ويت فور ذا فيرست 30 مينتس بار تو كلوز اباف ذا مايكرو ترند لاين جو لونج تريل يو ستوب لاس تو بارز بيهايند. ديل ديل. طبعا انت لو الساعه 6 هي في مصر تبقى الساعه 10 بالليل، طبعا ما اعرفش صح 10 بالليل ولا لا، بس انت لو هتعمل التريد دي وتنام يبقى افضل انك تعملها بروفيت. انت هتتحرك ازاي؟ ستوب لاس تو بارز بعيد انا اقول دي، فانت ممكن تعمل تاخد مثلا 2 تو 1 ستوب بروفيت تارجت وخلاص. نبص تاني على لو في اي سبورت ريزيستنس كومنج. كرود اويل عندي هنا اوريدي، نايس نايس وان ذس كومنج وان. احنا قلنا مش هي تقريبا شفناها في الديلي شارت 87.9. يا اولموست عشان تبقى اقوى 88 نابك 88. يبقى ده اللاين لازم نحطه على الشارت اللي تحت الناحيه بتاعت الصوت، لازم نحطها 88. نيكست وان ذس وان هير، ده يبقى سو كلوز. ده مثلا ممكن تحط التارجت بتاعه ده لو تاخد مايكرو تريد هو 87 87. ده ممكن يبقى البروفيت تارجت بتاعك 87%. يا 87.22 87.22 عارف عنده بطيء مش عارف 87.22 وده 88. ايه تاني؟ في ريزيستنس هنا كومن؟ في ريزيستنس كومن؟ في ريزيستنس برضه ممكن تاتشز ايه ام اوف تايمز؟ ودي تبقى 85. طبعا وانا بتريل الصبح بيبقى عيني على 30 مينت شارت، خد بالكم برضه عيني عليها، لان انا لو انا باخد شورت او لونج بوزيشن على ال 1 مينت شارت بتاعت الصبح لازم ابص اللي بيحصل في 30 مينت، البار فين دلوقتي؟ لو قلت لي انا مثلا بتريل 30 مينت شارت وببيع كده مش هاخد لونج طبعا، نو واي اخد لونج نو واي، حتى لو شايف اوردر كومنج مش هاخد لونج. ماركت اوريدي تاتش ريزيستنت. اوكي في نيكست تاني، في لاين تاني، في بقى حاجات بعيده قوي بس سوق يعني فور ناو ده اللي احنا شايفينه. كل سنه اوكي ده ترتيب الجو اي تريد سيت اب تاني ذاتس ات.
الشوط يبقى توقع الار تي واي بكره توقع الماركت لو قفل فوق المايكرو ترند لاين هناخد لونج وهنعمل بروفيت تارجت بتاع 87.2. ممكن تعمل كده يعني، ممكن 87 حتى مش 87.2 عشان لو جاتش بقى تكي ده ممكن تاخد البروفيت لو ماركت مثلا قفل سي قفل هنا مثلا او تدين البار قفل هنا تاخد البروفيت بتاعك لحد 87. دي بتتكلم في 73 تكس يعني اولموست 7 بوينتس. البوينت بكام؟ ب 10 دولار، يعني 700 دولار لو عملناها كرنسي هتلاقي حوالي 700 دولار تقريبا، 730 دولار. الستوب لوس بتاعك مثلا ممكن يبقى من هنا مثلا ليتس سي مثلا خدت التريد هنا حط الستوب هنا مثلا تحت اخر بار حوالي 40 تك، يعني بتتكلم هتاخد بروفيت مثلا 700 ريسك 400. نايس اولموست 2 تو 1 اولموست نوت باد ذاتس ات. او ممكن تريد مايكرو يعني بدل ما مثلا تريد 2 مايكرو بدل ما تخسر 400 يبقى مثلا بدل ما تكسب 70 يبقى تكسب مثلا 700 تكسب 140 دولار لو تريد 2 مايكرو 37 الواحد مايكرو 70 73 بالظبط. فلو عملت اثنين يبقى تكسب 140 او تخسر حوالي 100 دولار تقريبا ذاتس ات. فلو عايز تريد مايكرو قول ايميلي صافي تكسب 700 وتخسر 480 وهكذا. دي بالنسبه للكرود اويل. يبقى الكرود اويل البايس بتاعه سو فار ايه؟ بكره البايس بتاعه بي اب اي اس اي اس ديلي شارت اوفر اول مومنتم شورت اوكي ماركت تيست في ويب تيست ترند لاين هنا ده اللونج ترند لاين ده ممكن ده نسميه بقى تاني ده اوفر اول مومنتم شورت ده ممكن ده برضه يبقى مايكرو ترند لاين از ديلي شارت. الماركت لو مثلا في اي يوم من الايام بريك الترند لاين هنكون شورت قريب لان ده مايكرو بريك. لو انتوا خدتوا بالكم في هنا ريزيستنت حصل ماركت تاتش مرتين ونزل تحتيه دلوقتي الماركت بالظبط عنده قفل تحتيه دي بيرش ساين دي بيرش ساين مش بولش لان الماركت قفل تحتيه مش فوقيه. لو خدتوا بالكم بصوا الماركت قفل تاتش وقفل تحتيه دي بيرش ساين. فاليس بيرش ماي اوبينيون لان اشوف لو الماركت اول 30 مينتس بار بكره قفل فوق دي ممكن ماركت يبقى اب تاني لو كانت قفل فوق دي ماركت يبقى. فانا اشوف يعني واتش يس يس دي بالنسبه طبعا ده رقم ده ايه طبعا ده ممكن يبقى مهم جدا بكره الماركت قريب منه اللي هو 4000 كل 4090 كده 4090 ده مهم جدا فور تريد بتاع بكره. وهناخد تريد بكره اي اس. انا ما كنتش بعمل تريد اي اس ده اوبن بس لو انت بتريد اي اس يعني خد بالك اول رقم ده 4090 قوي. ده مهم جدا ده دي ان شاء الله. فالبايس طبعا تاني حاجه الاي اس لو شايفين المومنتم بتاعه جرين ادي لاست وان داي تاني هو جرين اهو اب فحتى شايفين الكيرف بتاعه اب فهو ستيل البايس بتاع الاي اس جرين تاني. وانا كده لو مش لايكلي بكره هيبقى جرين داي خلينا نشوف 30 مينتس بصوا يا جماعه اللي حصل ده نفس المنظر بس بتاع نفس اللاين اللي حسبناه في الكريبي شارت مرسوم اهو على 30 مينتس شارت نفس اللاين تقريبا نفس الرقم ده 4094 94 94 94 تقريبا نفس اللاين بالظبط 94 سكن مش كده في مايكرو طبعا الاوفر اول ترند اب دو وي هاف اني مايكرو ترند يا وي هاف سمول مايكرو وي هاف ا سمول مايكرو بس هنا انا مش هاخد لونج لما بريك دي انا هاخد لونج هنا مختلفه شويه بقى لان انا عندي دلوقتي اولا هتبقى تشالنجنج شويه لسبب لان الماركت عمل تاني ويك دي فوق ال 94 فممكن عادي يجي تحتيها ويعدي اوكي. فانا ممكن عشان ابقى في السيف سايد انا عايز اخد لو انا مش اللي برضه دي مش عجباني قوي يعني برضه ممكن ما يجي لي وقت تاني انا هاخد لو انا عايز اخد سيف سايد انا هقول الماركت لو قفل فوق لو جالي 30 مينتس بار فوق الويك دي اللي هي تقريبا عند 4095 واداني 1 جرين بار فوقيها قفل فوقيها ممكن اخد بريك اوت لونج واحط السبورت الستوب لوس تحت الاخبار ممكن بس مش بيتفرق فانا مش هتريق ياسر بصراحه خالص مش هضلها كده
لان يعني شايف ان في ريزيستنس جاي كتير، لكن مش بيج فاليو، مش محتاج انها تريد حاجه وهي يعني 50 50. يو دونت نيد تو، ذس يور هارد ايرنج ماني، مش محتاج تعمل كده. في هنا ريزيستنس از سبورت عند 4080، ال 4080 هنا يبقى القياس الرينج بتاعه 4080. وقلنا دي كام؟ تقريبا 4090 يعني 4090. تو لاينز دول مهمين جدا جدا. ما فيش تريد هاخد على الياس بكره النهارده قصدي، مش شايف يعني دونت فايند جود سيت اب تاني مايكرو تشانل. لو ماركت بريك ديس ممكن ناخد لونج، بس انا ويت فور نفس الكلام. 2 مينيت شارت ماركت نفس الكلام 93 نفس اللي حصل هنا، بس لا على السمول تايم فريم. ان كيو 30 مينيت شارت، سوري ديلي شارت نفس القصه. اوفر اول مومنتم شورت نفس الياس بالظبط. مايكرو ترند ماركت قفل فوق المايكرو ترند. الياس ناو تاتشنج اولموست تاتشنج نفس الياس بالظبط، بس مرة برضه قفل تحتيه نفس القصه بالظبط. قفل عند 1740 12940 12740 اوكي، قفل تحتيه، فده ممكن يكون برضه شويه تشالنجنج 12740 اوكي. والنكست وان هيبقى عندنا هنا 13290 That's it. Nothing. And we have the support here. And 11,995. ده دي شارت. نبص على ال 30 مينت شارت نفس القصه نفس اللاين اهو على الديلي. والحقيقه ار تي واي ان كيو شوبي جدا اخر اخر يمكن اربع خمس ست بار 30 مينت فيري شوبي. فا اي دونت لايك تريد ان كيو ار اول until it breaks this resistance and give me a nice move. Good sharpness. Okay. فانت ممكن تاني تاخد تريد، ممكن لو انت عايز تاخد تريد بريك اوت ممكن تاخد تريد بريك اوت او ماركت بريك اللاين ده احنا قلناه من شويه اللي هو 12900 12694 12700 واتش لاين 12694. سؤال بقى، هل الماركت تيست ذس 94 اند باونس باك؟ ده هنا بالظبط اهو، ده هنا الماركت تيست وان تايم سكند تايم تيست ثيرد تايم اند بيك ات. This is one second. ماشي دي خلاص. Yeah. This is will be a nice breakout. Market in the post خد بالكوا الريزيستنس ده. Market tested one time, break, failed. Second time failed. Third time failed also. ما كملش. فدي هتبقى nice, 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 nice breakout. فدي ممكن good setup برضه ان احنا نشوف لو الماركت اداني one green bar 30 minute short قفل فوق ده. فوق ال 12694 ناخد لونج ونحط الستوب لوس بتاعنا بيوند تحت بلو تحت لاست 12694 دبل تشيك 12694
انا باي ذا واي اي لايك ذس، بس محتاجين الماركت يدينا ساين. وعلى فكره انا في حالتين، في حالتين انا هبص على الديلي، على 30 مينت شارت. اوكي، هبص على 30 مينت شارت، اول بار يقفل فوقيها، لو اول بار قفل فوقيها نايس جرين بار هقوله، لكن ممكن يقفل زي كده يديني الهامر، مش الهامر سوري، الشوتنج ستار، اللي هي يبقى في بيك ويك شبه دي كده، اللي هو ويك طويل قوي مش وشورت ريد قصير، معناه ان السيلرز انا عايز يبقى جرين عشان يبقى البايرز قليلين والسيلر اكتر، ساعتها ممكن اجو شورت بالبر اللي فوق، اجو شورت واخد ودي اسميها بير فلاج، هشرحها لكم. اوكي، فالان كيو از 30 مينتس اور تريدنج بلان فور ان كيو. Wait for the first 30 minutes bar to close above 12,694. And if the bar is green, عايز اقول اسميها هيلثي جرين، يعني هيلثي جرين، مش بقى مش مثلا شيلينج ستار ولا دوجي، نو هيلثي جرين جرين، then go long and add your stop below last bar below the support. If the bar is hammer or shooting top, that means the market will bounce down after touching it. So we will go short and add our stop above last bar above the notion of square box. Clear? Clear. يبقى عندنا 3 trades. هنبص على الراوند بعد الـ open 6، هناخد بص على الـ RTY، بص على الـ crude oil، بص على الـ NQ. if ده كل ده حصل ناخد create immediately. وعلى فكره تاني لازم تبقى فاهم كويس قوي ان انت هتاخد، انت يعني احتمال تخسر تريد، فلازم تبقى عارف كويس قوي هل انت affordable تريد تخسر ده ولا لا، فانت مش قادر ممكن تريد مايكرو. اتس فاين. اوكي، ذاتس ات، انا مش هبص على جولد قوي النهارده. الحاجه الثانيه ان الماركت كله اوت سايد. اوت سايد معناها ايه؟ اوت سايد معناها ان الديلي بار، ان البار الديلي بار اوت سايد ذا لاست وان، يعني ماركت، لو ماركت لو الديلي النهارده انسايد، يعني مثلا بص مثلا دي، مثلا دي مثلا البار الصغير او ده انسايد، يعني الدي انسايد لاست داي، يبقى فيري تشوبي. النهارده الماركت اوت سايد، او امبارح كان اوت سايد لحد دلوقتي. اوكي، فهنشوف بكره لو فتح اوت سايد نوز لاك الدروس، لو انسايد يبقى تشوبي. دايما الماركت كده بيكون انسايد يبقى تشوبي، اوت سايد يبقى في جود تريد. ذاتس ات، هبوست انا الفيديو ده على طبعا على موجود على اليوتيوب، بوست على سلاك، وبرده هبوست التريدنج بلان بتاع النهارده بتاع بكره اكشلي. اند ذاتس ات، اند جود لك اول. One second, I think.